بلازا كل. شفت امبارح الفيديو اللي حطيت لكم فيه دايركت اللي هو بلاتو في اذاعه النار الافلام، كنت متواجد فيه لمده تقريبا 23 دقيقه، وحكينا فيه على الحادثه اللي صارت غزوه مطار قرطاج من طرف الهمش والبلجه اللي مشاو اعتدوا على الامنيين، ولا شفتوه الفيلم اللي شفتوه هذاك كله على المباشر. بعد ما نزلت الفيديو بالضبط يعني تفرج عليها تقريبا 2000 تفرج عليها اون دايركت بدون ما كملت دايركت في الفيديو بلوكين حتى النقطه هذه، نجموا ترجعوا للصفحه نتاعنا ونشوفوا. يوم جاتنا عديد الرسائل، ما فهمناش بها اللي هي بلوكين حقيقه، اما جاتنا عديد الرسائل اليوم الصباح والبارح في الليل على صفحه نتاعنا، طبعا في شكل رسائل خاصه شبيها الفيديو ما حبش تخدم، انا ما تفرجناش البارح المباشر، نحب نتفرجوا عليها، مش مشكل، احنا عاودنا تو بعد تسجيلها لكم، تتفرجوا عليها تو بعد ما التقديم هذا بعد المقدمه هذه، تتفرجوا على البلاتو كامل. تتعلموا مثال شهير رساله لبعض الزملاء الاعلاميين هذو يتعلموا كيفاش يحكيوا على القضايا اللي تهم الامن القومي، راهو مش معناها انت اعلامي معناها لازم تدوهن للشيخ وتدوهن للجماعه هذوكم باش سواليزون تطلع اوبجيكتيف، ما فيهاش اوبجيكتيفيتي، الامور هذه اللي تهدد الامن القومي تاع بلادنا قلتها عديد المرات نعاود نقولها وما قلتهاش في اللايف، قلتها في التلفزيون وقلتها في اذاعات وبرامجنا نشطها. دونك حينما يتعلق الامر بالامن القومي للبلاد راهو ما عادش نحكيو على حياديه، ما عادش نحكيو على اوبجيكتيفيتي، والناس اللي قاعده تستدعى في الهمش والبلطجه هذيا قال شنو قال باش يبرروا رايهم، ولا تقاعد الاعلاميين باش يبرروا زعما الفعل نتاعهم باش يبرروا كيفاش عايدونهم، يقول لك ما يصيرش خلي الشعب يكتشفهم، احنا خلينا نفهمهم للشعب، باش تفهم للشعب يفضح حقيقتهم مع المباشر، مش تجيبهم هما باش يبثوا السموم نتاعهم على المباشر وباش الناس اللي كلمة والناس اللي ما تعرفش والناس اللي كذا جد عليها الحكايه دي ما جد عليها حكايه دي بالكويت بترول، لو تختاركم اللغه هذيك راهي الشعب التونسي فايق وما عادش جد عليه، تحب تحكي على الناس هذيا احكي باليسار، يا خويا احكي باليسار، والله يعني من البارح فما بلاتو كنت باش نحضر فيه، والحقيقه اني بروبوزيت اني نحضر فيه، نظرا لنسب المشاهده اللي فيه، وكان المذيع صديق ليا معناها يعني صديق وخو ليا، لو تكلمته قلت له معناتها عندك انت في الميسيون تاعك اليوم اكتواليتي باش تحكي على المطار تاع قرطاج ولا صار فيه وكل شيء، قال لي باش نحكي. قلت له بول بابا كان تحب تخدمي معاك انا نعطيك برشا تفاصيل غايبة على الاعلام. قال لي راهو سامحني شوفوا ريبونس معناها قال لي سامحني راك انت برو عبيد ومحسوب على عبيد وتحس على عبيد راهو بوغ لوبجيكتيفيتي دو ليميسيون ما نجمش ناخذك معايا. يا معلم معناها شوف توا والله العظيم هذا صديق راهو قلت له معناها صدقني حق بيت على ريبونس نتاعك. يا سيدي انسى مثال شبيه يا سيدي احسبني اني اعلامي برو عبيد واتشرف بذلك لا محاله. انا احسبني اعلامي بتوع عبير مانيش محارب اعلامي محارب سياسي، انا تلاتة اجنبيه قاعده تاخذ فيها على المباشر، قاعده فيها كاعلامي ومحارب سياسي، يظن كلكم ادرجي، معناها فما ناس تدور وتتلوى وفما ناس ديريكت، احنا كي نبدا نقولوا هذاك الفرق اللي ما بيناتنا راه، ريت الناس هذيا اللي تحكي توا وانت ماكش معايا وانت ماكش معايا، راهو يتعلق الامر بمستقبل تونس وبامن تونس، راهو ما عادش فما حياديه، المحايد خاين وقتها يولي، ما عادش محايد، ما عادش اوبجيكتيف، وقتها يتسمى خاين في انا عظمى لبلادي، انه يعاون الناس هذيك بالعكس، هما وقتها كل ما يشد عليهم الخناق ويتخانقوا اكثر، يجي اصوات تطلعهم، ويجي اصوات تبررهم وتبيضهم، وتعمل لهم الشيء هذايا بيجي علم الحياديه والموضوعيه، يظهر لي كذبه كبرى هذه، ما عادش تنطلي بالكل، دونك هاني باش نعاود نقول لكم تو، تفرجوا على المباشر فيها 22 دقيقه البلاتو. تقريبا من غير فكره ومن غير حتى بكل تواضع يعني سمعت الاراء اللي تعلقت بالسيده الكل ابار الاصوات الحره بخلاف يمكن تتعدى على اصابع اليد او حتى اقل بالنسبه للناس اللي حكيت على موضوع غزوه المطار دونك فما ناس تكلمت كوني فو بارك الله فيها وناس وطنيين وكنا منتظرين منها الخطاب هذاك بيك الاعلاميين المحليين فول زيرو دروس صورة معناها ولا نحكيو معناها خلاو اللب الموضوع اقوى احنا خليه وقت الاعتداء هذاك على الامنيين وفي الفعل الشنيعة هذيك والناس اللي داخلين من النواب وكل شيء خلاو بالهم اكل دي دبلا وشدوا في اس سي سي شنو في اس سي سي فيها منظمه في اس سي سي فيها شنو الخزي والعار على المارك هذي الكل اللي حكيت المنطقه هذي الكل بالنسبه ليا المارك وخونه وتعت الارهابيين ومبيضين للارهابيين واضحه ويا سي صديقي اللي كلمتك البارح حبيت نطلع معاك في بالك انت كي ما تلعبش معاك هذا كبير هاني تعرف تبدلو اخر البارح وعملت نسبه المشاهده نتاع 2000 يتفرجوا اون ديريكت الا ما تحلمش انك تعملهم في الانيسيون تاعك كي تقعد 50000 مليون حلقه تجاهل ما تعملهمش اون ديريكت 2000 دونك عملت 2000 اون ديريكت فيه بلوكيو الخروجيه من الفيديو بعد 2000 هذوكم اما انا باش نعاود نهبطو وربي ادعوك للمشاهده ولمشاهده تاع
كله الناس بدات تعرف شكون تبع منين تستقيل المعلومه منين تاخذ التحليل الصحيح منين تاخذ الوجهه الصحيحه وجهه النظر الصحيحه منين تاخذ الطريق الصحيح الناس بدات تعرف راي ما عادش تمت عليها عليها دونك انتم مسكرين المنابر نتاعكم راهو الحمد لله يا ربي شنو هي راس مالها تريكي وكرسي والحمد لله وهذا الميساج قاعد يوصل بمئات الالاف البارح جيت نعمل في على الهيستوريك نتاع الفيديو لايف اللي عملناه في الصفحه نتاعنا وبارك الله فيكم الناس الكل بارك الله في كل متابعينا معناها الفيديو ما شاء الله فما اللي عامله 300,000 مشاهده فما اللي عامله 700,000 مشاهده فما فيديو عامله 1,300,000 مشاهده ما عندناش برشا راهي الفيديو دي يمكن عندنا شهرين شهرين ونص دونك بالنسبه للمشاهده الحمد لله الرسائل اللي قاعدين نخرجوا فيها قاعده توصل بشكل او باخر بلاتوات قاعده تسرق في التقارير اللي نخدموا فيها على اللايف اش خوفكم شفتوا انتوما تقرير تفرجتوا او لابس على التقرير اللي عملته لكم في مجلس الاتحاد القرضاوي الفيديوهات اللي يخرجوا لاول مره اللي هو يفتي بهدر الدم ويفتي بالجهاد وبالسموم اللي غثوها الكل من ذوقكم خذوا التقرير من المباشر نتاعي قصوه وعدموه في قناه تلفزيون وتبنوه هما واما الفرق اللي قلت لهم الفرق راهو في انسان وطني يبلغ المعلومه تاريخه وانسان منفتح وعميل يحفظ التقرير هذاك ويبيض من بعد فما فرق كبير برشا معناتها فرق واسع وشاسع بعد سمعنا دونك الناس تعرف اللي تستقيم المعلومه نتاعها والحمد لله اللي سبب المشاهده مشرفه ومشرفه جدا ونامل المزيد طبعا من التوانسه خلي نوروا على الاقل ما يمكن تنويره بالتوانسه دونك انا باش نخليكم توا في مشاهده البلاتو نتاع منار الفيلم نتاع البارح ان شاء الله ما يعاودوش يبلوكيو الليله ان شاء الله ما يعاودوش يسينياليو الليله ولهذا رجاء من كل مشاهدينا انهم يبارتاجيو قد ما ينجموا ويكتبوا قد ما ينجموا تعليقات باش ما ينسينياليش الفيديو وباش ما يبلوكيوش مره اخرى وبعد البلاتو نتاع منار الفيلم باش نعطيكم كيف كيف نخدموا بها على المباشر باش نعطيكم زاد السيكونس ما خرجتش برشا على الفيسبوك فيها الغنوشي وقيادات اخرى الا قلت لك احنا ما عندناش علاقه بالقرضاوي وبالاتحاد نتاعه وجمعيه مستقله وبالروايه تفرجوا فيها من غير ما نعطيكم حتى ديسكريبسيون تفرجوا فيها واسمعوا خطاباتهم وش يقولوا على الاتحاد هذاك ومستدعيهم الاتحاد هذاك دايور اسمعوا خطاباتهم وتفرجوا وتفهموا وحدكم شو اللي قاعد يحاك في تونس على غالب مش باش نحكي على صار اليوم في مجلس نور الشعب لانه حبيت نعاود لكم الحلقه نتاع البارح على بلوكيرو مش مشكل غدوه باش يكون عندنا موعد ان شاء الله في الليل ونحكيو على الفضائح والمنازل اللي قاعده تصير في مجلس نواب الشعب بتامر طبعا بعض الاداريين ولا المسافرين تحت لواء النقابه الموازيه وغيره 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 والشيء اللي قاعدين يتستروا عليه في مجلس نواب الشعب اللي شفتوه كلكم لايف اليوم تقريبا الاف شفتوا بارتاجيتو نحكيو عليه غدوه هذاك مش مشكل نخليكم توا في البلاتو نتاع منار اف ام نتاع البارح اسمعوا وتعلموا يا زملائي ميسالش يا بعض زملائي الاعلاميين واشباه الاعلاميين تعلموا كيفاش تريتيو المواضيع اللي عندها خطوره معناها بالشكل نتاع موضوع او لمس نتاع غزوة المطار تعلموا تعلموا شوفوا كيفاش شوفوا كيفاش يلزم تتكلموا فيها المواضيع هذه شوفوا الرسائل اللي لازم تتوجهوا بها للناس وللسلطه وللراي العام المحلي وللراي العام الدولي وللمنظمات الدوليه وكل شيء شوفوا كيفاش تحكوا فيه الموضوع وشوفوا كيفاش ما تزوقوش وما تزينوش وتذكروا الناس هذه بالمرض التعيس نتاعها وتذكروا الشعب التونسي المسيح المسكين اللي قداش من مره يتغدر ان شاء الله توا عاد هو لما حال لودي من الجحر اكثر من مرتين ان شاء الله ما يلدغش من الجحر نتاعه المره الجايه وتكون قاتله لتونس الكل والمستقبل تونس والتوانسه الكل نخليكم في مع البلاتو نتاعنا نتاع منار الاثام البارح وبعدها مباشره هتشوفوا تشوفوا الفيديو اللي قلت لكم عليه نتاع الاتحاد القرضاوي وتصبحوا على خير وليلتكم زينه وموعدنا غدوه الحي ان شاء الله في الليل وطول ما احنا موجودين حجر الواد موجود راهو الحقيقه باش نقولوها ما دامنا حيين وما زال فينا قلب ينبض وما زال فينا دم يجري في عروقنا رانا والله ديما مسلمين في بلادنا وراكم وراكم ونشتغلوا وراكم سكرتوا البارح سكرتوا الفيديو نعاود لكم فيديو مره اخرى نعاودوا في اون ديريكت نحطوا فيديو مش لازم ديريكت المهم المعلومه توصل ما غبتش مسافه عليها عندنا صفحات اخرى نحطوا ونعلموا لكم عندنا قناه على اليوتيوب مش مشكل المعلومه توصل قدره ربي توصل توصلش ل 20,000 يكفي بالنسبه لي 20,000 مواطن يكفي اللي هي اقل نسبه مشاهده عندنا في الفيديوهات نتاعنا 20,000 اذا ما عندناش فيديو تشوف اقل من 20,000 مشاهده دونك الحمد لله يا ربي قاعد نوصل الصوت نخليكم توا ركزوا مليح 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 في الفيديو نتاع البارح ولا عنده تعليقات ولا عنده اي استفسار او يحب يستوعب حاجه يبعث لنا على الخاص على رساله خاصه في موقعنا وفي صفحتنا اتوما هون كل اللي حاب يتصدق نتفاعلوا معكم ونتناقشوا في حدود المعقول طبعا وفي حدود كل ما فيه مصلحه لبلادنا سبحان الله باش نبدا في مواضيع اليوم واهم حكينا عن الموضوع اللي هو
الأساسي حسب ما جاء في وسائل الإعلام قبة ائتلاف الكرامة وأيضا مجموعة من المحاميين والديوانة في مطرح مصطفى. اليوم معنا الإعلامي والمحلل السياسي عبد السلام بشقير باش يحدثنا بأكثر تفاصيل حول هذه الحادثة. أستاذ مرحبا بك. شكرا شكرا سي عبد السلام وبارك الله فيك على تلبيه الدعوه ان تكون معنا اليوم للحديث حول هذه احنا سميناه غزوه المطار وما صار في المطار، لكن ان شاء الله اليوم تعطينا اكثر حقائق واكثر معطيات حول هذه المشكله. بين هو تعرف كل شيء المعطيات اللي انت الكل شفتها على المباشر صوتا وصوره. خلينا نحكي تعلم مطار في قرطاج ورمزيت، ونعرف احنا المطارات في الدول المحترمه اللي تحترم انفسها تعتبر مقرات سياده، يعني هي نقاط امنيه حساسه. حتى اذا في المواطن التونسي كي يشوف تعديلات الاسعار على تمييز في المطار، يعني هذا يهز ويزعزع من سياده المواطن في المؤسسه الامنيه نتاعه اللي تعمل اجمل كل حتى حد. اللي صار البارح في اعتقادي وبالنسبه لاي انسان اللي مانيش معناها متمرس في القانون ولا اختصاصي قانون، معناها بعيد عن قانون جمله، اما كيف تتفرج على اللايف البارح واللي شفناه صوتا وصوره، يعني تعتبر جريمه في حال التنبؤ. ولهي بالحق انها يدوم النيابه العموميه للاسف الشديد كان تسجل على من صلاحيتها انها تعطي اذن بايقاف الناس هذوما، ايقاف البلجه هذيا وايقاف الهمج هذايا، لانه كما قلت الجريمه في حال التنبؤ، وهذا يعتبر اعتداء على الموظف العمومي بالقانون هذا هو. لاعتداء على موظف عمومي اثناء ممارسه مهنته او اثناء عمله، فكلام كل شفنا اعتداء على الامنيين، اعتداء جسدي، اعتداء نقدي، معناها شفتوا الحقيقه متعودين من الكتله هذه بالذات، بالنوعيه هذه نتاع الاعتداءات، يعني شفناهم خشيتهم خشم اللي يسمع معناها يبكوا على النواب زملائهم، شفناهم يقولوا في كلام معناها اقل ما يقال عنه انه كلام منحط، معناها لا يلم على المستوى نتاع نواب شعب من تخطيط، نتاع انهم باش يقدموا ببلادنا، باش ينزلوا ببلادنا. باش يتمو قوانين جديدة، إلا صار البارح في المطار وشفتوه الناس الكل، ما معناها متأثرة، فما إعلام يعني أمني إجراء أمني عادي، ويكتبوا كيف قلت ماهوش أمني وماهوش قانون وفي جرم، موجود في كل دول العالم وكل دول الديمقراطية كلها في فبريكا عادة، دونك ثم إنجازات إعلام يضربوا على الفرماتيك نتاع المطار، يلقاو المسافر هذاك عنده إنجازات، أي شبهة معناها عنده شبهة، جينيرالمون تكون شبهة في علاقة بتنظيمات إرهابية، في علاقة بأشخاص عندهم اشعارات ارهابيه ولا حاجه من النوع هذا. دونك بالنسبه للامنيين نتاع المطار خدموا خدمتهم كما ينبغي، جاو يلقوا التصوير نتاعها يلقاو عندها انديتات، دونك ما ينجموش يسيدوها تسافر تاني الحكايه. انت كمحامي وكرئيس كتله وكمشرع وكذا، كنت تنجم تكون ارقى من هكذا، معناها ما تمشيش تهاجم على الامنيين اللي يخدموا في خدمتهم، كنت تنجم تنوبها، بس انت محامي ودفاع لسان دفاع نتاع المظلومين ولسان دفاع نتاع الناس اللي نسبتهم دوله الاستقلال اللي ما يدفعكوش فيه الى اخره. لو انت امشي لغه غدوه اعمل اعلاميات واعمل قضيه استعداديه، يظل مانيش في نعلم هو يقول اللي هو محامي ويقول يرحم القراني ومدري شنو، لو انت امشي انا قريت هذاك في القانون الكل حقه، معناها ما قريتش البلد في القانون انت ما قريتش البلد في طريقه تقول ما قريتش الاعتداء على الامنيين، ما قريتش الدفاع. نعم. سي عبد السلام خليني انا في تفاعل معك، انا كان سيد الدين مخلوف كان هذا التدوينه احكي فيها ان السيده هذه اتصلت به وجاء هو بطبيعه هو نائب ماهر زيد السيد ماهر زيد، وكان يعني حسب ما يحكي في التدوين انه كان طريقه التعامل نتاعو كانت يعني حضاريه وكان سلوكه معنا عادي جدا، ولكن حسب ما حكى في التدوين ان كان طريقه الرد وطريقه التعامل معه كنائب يحكي كانت ما كانتش في المستوى. صلاحيات النائب واليوم القاضية المحترمة كانتون كانوا غطت معناها رسالة لسيد الدين مخلوف وذكرته بالاسم، صلاحيات نائب الشعب والحصانة نتاعو من ثلاثة أربعة أيام، الحصانة نتاعو في البرلمان، الحصانة نتاعو الأداء في المهام نتاعو، يظل مش من المهام نتاعو أنه يمكن يدخل لذوي الشبهات، احنا ما نعرفوش أو ما نلبسوش ماهيش قضاء باش نقول لك عندها غياب ولا ما عندهاش غياب، هذو سلطة المشرفة والسلطة اللي هي المعنية اي المخاوله بالنسبه للتشكيله تحكي تدخل تعطينا المعلومات وهي اللي هي من المكان الجمهوريه طبعا والنيابه العموميه في تونس انها تخرج تقول لك لانه الارتيكل اللي اخذت اليوم في الموقع الرسمي لاذاعه مدعيه تونس اللي هي الاذاعه الاولى في تونس من حيث عدد المستمعين واللي هي اذاعه محترمه والناس تستقي منها الاخبار نتاعها شفتوا الارتيكل اللي نبت على المدعيه كامل متعلق بالسيده هذه قالوا ان هي فعلا عندها علاقه بذوي شبهات ارهابيه قالوا عندها علاقه فيتم ايقافه من طرف القوات الامنيه
لكن
حيوانات هذا مخمش هذا مشروع مش حاجه عادي في الاذاعه في مدى الاذاعه دونك هذا عنده ثواب عنده ثواب في الشيء هذا في المخلوق بالرغم من انه الاناديه الالمانيه تم اشعار من الدوله الالمانيه عليها يعني تم اشعار وقع من المانيا لتونس كون السيده هذه راهي ارهابيه هذه اللي سمعناه وقتها من القنوات الرسميه في تونس بعد ما كتبت تحكيله وكانت عليها بوليميك كبيره دونك اذا كان الدوله عاجزه مش وقت الهمش والبث هذوما عن التحكم راهو هذا خطير ان السياسات كثيره برشا في البلد ان السياسات وعلى المواطن المتقدم التونسي والصين يتم الان كل شيء حنين في الدوله مش حنين الامن مش حنين القضاء كيف يشوف القضاء يتعامل مع تدريجات تونسية غالية، والأمن يتعامل بطريقة هي مهيئة ويدافع على كرامته، المهم ممكن أن يكون شيء في كرامته، المهم ما لازمش يحفظ كرامته، وما لازمش يدافع على أكثر حقوقه، اللي هي كرامته الأمن، ما يشكونش يدافع علينا إحنا كمواطنين في نتبنى، شكون باش يحمينا؟ شكون باش الأجنس ونفسي الدولة راهي خطر كبير راهي، خطر كبير أنا قاعد يصير في تونس توا، الأمن في الموت راهي أي رئيس جمهورية حامي الأمن القومي، حامي أول الأمن القومي، نقول الأول على الأمن القومي التونسي، لأن التونسي فيه هاتف معناها، ثم حتى رياكسيون منه، المفروض كان فيها دولة تحترم روحها، راهم بايدين الحبس اللي كانوا البارح، عشان يعلمنا الشريعة بالفعل اللي عندوها، راهو هي تحليل أوبجيكتيف، راهو اختارنا من القنوات الفلسفية اللي تعدي البارح في الجدوات نتاعها، وتبين وتقول مناوشات، راهو ماهوش مناوشات، إما أنك تحافظ على دولة المدنية وحاجات الدولة المدنية التونسية التركية اللي تربينا عليها واللي بحبوها تتطور، يا إما تستقبل بالمطار فيه بتأني تمشي نحو دولة الخلافة ونحو دولة قاعدة تتأكد شيئا فشيئا، ما تنشوف في الدولة. تو البارح مليحة في قناة تاج بلوس مثلا، البارح يحكيو على الاتحاد الفرنساوي، راهو جابوا عضو مجلس الشورى في حركة النهضة، قال أنا عضو تنفيذي في الاتحاد هذا، معناها الاتحاد هذا، معناها يسيطر في كل عام إخوان. سي عبسين باش ما نخرجوش برشا على الموضوع خلينا في قضية المطار حبيت نسألك فماش جديد تو في التطور أنا شفت تقريبا ظهر لي النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة وين وصلت الأمور؟ هو إلى حد الآن احنا عملنا دعوات من خلال عديد المناطق المحلية حتى والدولية اليوم إنه النيابة العمومية يخرج على الاقل مسؤول عن النيابه العموميه يقول لنا شنو حكايه الراهه دي على الاقل خلي كان يعرفوا في الكتاب بعد المقاله اللي حطيتها اذاعه مدريد خلينا نعرفوا شنو حكايتها على خاطر اذا كان طلعت الراهه دي بالحق عندها شكوات نتاع الرجال ولا ناس في البلاد لانه فما ديزيكسيون صعبه على مواقع التواصل الاجتماعي اختار برشا معناها فما اللي يقول لك السيده هي ماشيه تشتغل على رجلها فما شكون يكون هكا ماشيه تشتغل على رجلها اللي هو في سوريا معناها هي جاهز فما يقول فما شكون يقول فما هي بيدها مشات جايه بتقبل في سوريا هذه كل شفناه احنا مش نقعدوش في العرق هذا طلبنا النيابه العموميه انها تخرج معناها وكيل جمهوريه تاع دول يخرج يقول لنا شنو هي حكايه الراه هذه اذا كان بالحق عندها شبهات ارهابيه وقتها يتحاسب سيد الدين مخلوق ويتحاسب راسل غنوشي ويتحاسب حتى بالشرطه الكلها اذا خليت الشيء هذا الكل يصير من غير ما وقف تسال عن حد من غير ما وقف المهزله تسال عن حد شفناه امبارح لانه حتى في القيادات على المستوى الدولي الاولى راهو المستثمر الادنى الدولي خاص انه يجي يستثمر في دوله كيف يشوف الايناد يسعى في مكانته وعنده حاجه سياسيه وعنده حاجه قانونيه تحمي الدين بالشكل اللي بناها ذاته وتمشي تمشي في المنطقه نتاعه وتنعطيه امبارح قالت على جبتي هذه سيتر سيتر معناها ارتداء تعرف وباحث على كل معناها مؤسسات الدوله السياسيه وعلى هيئه الدوله واحنا نتخرجوا والسيد رئيس الجمهوريه يتخرج والسيد رئيس الحكومه في الاخر معناها جاي عمل موقف بعد ما روح سيد الدين مخلوق جاي عمل موقف معناها قال له نتوجهوا للقضاء اي انا قداش نتوجهوا للقضاء كذلك خويا اذا فما سلسله من القضايا مقدمه ضد كل تاسيسات الكرامه وضد الشيء هذا كله اي وين يوصل هاي لقب قوه الامن الداخلي يقدم فيه سيد الدين مخلوق قضيه وين يوصل وفي نقاط وكان حد ثاني كيف نعرف السيد كيف نعرف الوضعيه احنا تو نحب نحسنوا نحب نطوروا من بلادنا نحب نطوروا من مؤسساتنا نحب نرجعوا الثقه للمواطن التونسي في مؤسساته القياديه هذا باش يصير بالتدخلات الصارمه في سياده القانون في فرض قوه القانون القانون راهو من كتاب كان بالقوه اذا كان فما في قانون وفما تجاوز للقانون ما تنجمش تحكي بمين وتردد وانا مشينا وانا عملنا لا تاخذ قرار سياسي في دولة تحترم روحها المبيدين للإرهاب راهو أكثر من الإرهاب في حد ذاته المبيدين للإرهاب راهو يحاسبوا في جرائم تاع جرائم إرهابية بنفس القانون وبنفس الدستور تخرج تقول لي أنت داعش فزاعة ولا مش داعش كما أجنبي ما بقى كما اللي يعمل في داعش والإرهاب كله يكون كله عنده حصانة يا أخي يقول لي كل زوجه في الكوليسترول وهم راح يتبعوا على رفع السلاح باش يضربوا به قواتنا الأمنية والمدنيين في تونس يا أخي يقول لي إذا كان عندك أنت
معطى 2%. معناها يتلبوا المسار ولا يعطوا عليه، معناها الناس يمشي عنده ثقه وعنده دم وعنده كل شيء، ويعطوا عليه 8 المينين يبدو فوق الريح. عليه هذا لازم، وكانش ديما خوف مش لازم. عليه هذا يتعامل معهم ديريكت بطريقه وحشيه، والاخرين لا، حتى تقريبا قال لا. معناها احنا لو كنا نتبعوا راهو نشوفوا، ومن حقنا احنا نحلوا، راهو هذا لازم والاخر لازم. وبالعكس لو هما هذوما منتخبين اكثر اصوات راهو، اذا تم التعديل عليهم. حبيت نشكرك شكر جزيل على تدخلك معنا.
ومشاهديك انت والكل وخيرنا معاك وبالتوفيق ان شاء الله لاذاعتكم وان شاء الله مستقبل كثير لاذاعتكم. عايش اسبوعين او ثلاثه اسابيع الحقيقه الاولاد يعطيهم صحه خدمه ممتازه شباب نافع معناها ويافع ونافع. عايش زمزم مرحبا بك في كل وقت اخويا وتكون معانا باذن الله على المباشر. شكرا للشباب اكيد الشباب علي في مرحبا بك. تحيه لزمزم وشكرا لكم.